اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده معانا كبده ضاني، واحنا شطار في اعمال الكبده، سواء نقول الكبده الاسكندراني، كبده سندوتشات، كبده بالدمعه، كبده مشويه. النهارده الكبده هنعملها بطريقه جديده، وحقوق الطبع لدينا وبس. معقوله يا شيف في طرق جديده للكبده؟ ده احنا جبنا اخرها. لا، النهارده في طريقه جديده لعمل الكبده على طريقه المغازي، كبده بالبصل. هتتعمل ازاي؟ تفاصيلها صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد كالعاده. معانا النهارده مكرونه بنا، مكرونه بالوايت صوص مع المشروم. المشروم بروتين نباتي واغنى انواع الخضار، غني بالبروتين النباتي، يعني بينافس كل انواع الخضار في البروتين النباتي. هنعمله النهارده مع مكرونه بينا مع الوايت صوص، لطيفه وجميله. انا شخصيا بحب نوع المكرونه لما يكون فيه صوص وايت كده، له طعم وله مذاق خاص. الحلو النهارده قبل المانجا ما توزعنا والشتا دخل علينا، وانا شايف المانجا بدات تقل في السوق، فحبيت اوضعها النهارده بمافن. مافن المانجا بالمانجا. ايه التفاصيل يا عم الشيف؟ معانا مانجا قطع طعمها سكر عسل، ومعانا عصير مانجا، ومعانا مكونات المافن العاديه اللي هو البيض والدقيق، ولكن الفكر الطهوي جديد النهارده مع مافن المانجا بالمانجا. الف انا وشيف. هعمل دلوقتي طبق مكرونه عدل السفره دي، المكرونه دي بالمشروم والوايت صوص. مش تاخد مني 3 دقايق. مكرونه بالمشروم مع الوايت صوص. معاها زيتون، هنعملها لحضراتكم دلوقتي حالا، نشوف هنعملها ازاي مع بعض. معانا مكرونه في النار. حلو؟ ومعانا شويه بصل وشويه ثوم، سنه شبت صغيره، كريمه لباني، زيتون اخضر وزيتون اسود. تعالوا نشوف هنعمل المكرونه دي بسرعه ازاي واحنا مع بعض. هعملها بالمشروم والوايت صوص. المشروم غني جدا بالبروتين النباتي، دايما بنروح لدكاتره التغذيه يقول لك استبدل البروتين الحيواني بالبروتين النباتي. ايه هو البروتين النباتي يا دكتور؟ يقول لك المشروم. حلو الكلام. على المكرونه ما تفك معانا شويه، هنمسك المشروم ده نقطعه بالسكينه شرايح، وده مهم جدا. حلو، خلينا دي كده على النار، ونحط دي على النار شديده عشان ما تاخدش مننا وقت كبير. لا بالله عليك تشتغل. حلو، يلا بينا. قال معزوز يا شيف. طيب، وانا بشتغل في المكرونه عايز اتكلم عن المشروم. هل يا شيف مغازي اللي ياكل بروتين نباتي يغنيه عن البروتين الحيواني؟ طبعا لا، البروتين الحيواني لا غنى عنه. ده البروتين بتاعنا، مشروم. دايما بيتعمل شوربه المشروم بالكريمه، شوربه فراخ او شوربه لحمه، بصلايه تومه، ننزل بالمشروم ده، ننزل عليها بمعلقه دقيق او معلقه نشا، ننزل بالمشروم، بقت شوربه المشروم بالكريمه مع الوايت صوص. انا هعملها دلوقتي طبق مكرونه لطيف جميل. المشروم متواجد في اي سوبر ماركت، سعره غالي شويه بس قيمته الغذائيه عاليه جدا، وانا بحكم على الحاجه بالقيمه الغذائيه بتاعتنا اللي احنا بنحتاج لها، سواء بروتين، سواء معادن، سواء اوميجا 3 وهكذا. طاسه شديده الحراره على النار، فيها معلقه زيت صغيره. حلو الكلام. بغذيها بمعلقه زبده. حلو. عجبنا قوي شكل الكبده دي، لازم تدوقها يا شفيق. الزواج بتاعي. معلقه زبده، فص ثوم، الله، شوية زعتر، تقليبة حلوة. ايه الحلاوة دي؟ ريحة التوم طلعت. ننزل بالزيتون الأخضر والأسود، الله، شفت الشقاوة؟ سنة شبت صغيرة مع الوايت صوص بيدي طعم حلو قوي. ننزل بالمشروم بتاعنا اللطيف الحلو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ دول كلهم مع بعض، التقليبه الحلوه دي كده، شفت؟ كبد المكرونه هنا بتستوي نص سوا، خلي بالك المكرونه هنا بتستوي معايا نص سوا. اشتغل زي ما انا شغال كده في التقليب الحلو ده كده. ركز بقى في التركيه اللي عاملها دي، هتعجبك قوي على فكره. بحط مكعب زبده صغير،
في النص كده، واحط عليه يا عم الشيف معلقه دقيق صغيره. شفت الشقاوه؟ هي دي الشقاوه. ونسيبهم على النار. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ دي خبره طهويه. انا عايز الصوص بتاعي او الوايت صوص بتاعي يبقى له قوام، له كثافه. الكثافه بتيجي من معلقه دقيق بندوبها في الحليب او الزبده. حلو الكلام. هنقلب مع بعض كده. ايه الاخبار؟ اهو كده ادخلهم. هو ده هو ده. سريعه المكرونه دي. ها وقتك قد ايه مخرجنا الجميل بالله عليك؟ حلو. هناخد المكرونه بتاعتنا دي كده، خلاص هي حلت اهي زي ما هي كده بالميه بتاعتها اهي. ونسقطها هنا. هو ده الكلام. هو ده هو ده هو ده اهي. حلو. ننزل عليها بشويه ميه مكرونه. اتعلمي تخليكي في المطبخ كده. ايه هو ده؟ خلص الكلام. ونقلب. ده انا كنت فاكره الموضوع صعب يا عم الشيف خالص. مكرونه تكمل سواها مع التابع ليها، سواء صوص بولونيز، سواء جمبري، سواء سي فود، سواء مشروم. الطعم في الخلطه الاولى اللي انا اشتغلت عليها، فص ثوم، زيت زيتون، زبده، كل ده مع بعضه يا عم الشيف. بعدين نزلنا بالزيتون الاخضر والاسود. خلي بالك الملح هنا، ترفع ايدك منه شويه، مع معلقه شبت صغيره. كل دول مع بعضيهم. اتعلمي تكوني واقفه في المطبخ كده عارفه بتعملي ايه. نشيل الميه اللي ملهاش عوزه هنا عشان توسع لنا الدنيا. حلو. ايه الاخبار؟ ننزل بالكريمه اللبانيه امتى يا عم الشيف؟ قبل ما نرفعها من النار بدقائق. شفت المكرونه؟ مكرونه بينا يفضل استخدامها مع الوايت صوص، يفضل استخدامها مع سي فود. ليه يا عم الشيف؟ لان المكرونه البنة بيبقى فيها اخرام، او مكرونه بتبقى طبعا المكرونه البنة دي بيبقى فيها اماكن تشيل الصوص اللي احنا بنعمله، فبيبقى لها طعم حلو غير الاسباجيتي. عشان كده تفضل هي المكرونه دي. ننزل بالكريمه اللباني بتاعتنا. يا ويلي يا ويلي الطعم هنا. ممكن تحط معلقه قشطه. كريمه اللباني فكرتني بالقشطه، يبقى طعمها حلو على فكره. لو حطيت قشطه هيبقى احلى بكتير. الله، ولادك اكلوا، في قيمه غذائيه عاليه جدا، كلنا عارفين فوائد الزيتون. فيها بروتين حيواني بوجود الكريمه اللباني والزبده، بقى بروتين حيواني. فيها بروتين نباتي، فيها بروتين نباتي من المشروم. مكرونه كربوهيدرات ونشويات، وفيها برضو بروتين حيواني اللي هو البيض، لان المكرونه بتصنع من البيض. لازم يكون عندك الثقافه الطهويه للمكون الغذائي اللي بتعمليه، الطبق اللي بتعمليه تبقى عارفه دارسه ايه مكوناته، عشان تبقى عارفه انت بتاكلي ولادك ايه. الموضوع مش دلوقتي حشو ومعده وخلاص، لازم تكون عندك الثقافه الطهويه وتعبي شويه، ثقفي نفسك شويه باللي بقوله ده. طبق ده فيه كل حاجه، بروتين حيواني، بروتين نباتي، كربوهيدرات، نشويات، في كل حاجه حلوه بتدور عليها. الطبق الحلو ده يستاهل ان احنا نغرفه في الطبق ده. مكانه هنا. العشق. ايه الاخبار؟ والله ممكن تحط سنه شبت ماشي، شويه ريحان ماشي، شويه زعتر ماشي، اختياري حسب الرغبه. ناخد المكرونه الحلوه دي كده. يلا مخرجنا. هو ده الكلام. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هو ده. الف هنا وشفها. انزل بدول كمان. والله يا شيف ده انا ممكن اخش المطبخ اعمل كوبايه شاي اخد وقت اكتر من كده. حلقتنا النهارده ببساطه، سهوله، مرونه. قدرنا نعمل النهارده الكبده بطريقه جديده مع البصل وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. واخواننا بتوع المطاعم لما يعملوها لازم يحط اللوجو بتاع القناه الاولى والشيف المغازي عندهم في المحل، لان الاختراع الطهوي والفكر الطهوي ده لا يدرس، ده بيجي بالحب. معانا مكرونه لطيفه وجميله عملناها مع الوايت صوص والمشروم، عملنا مافن بالمانجا جواه مانجا.
للي بيعشق المانجا زي الشيف المغازي كده، ويفضل اختيارنا للمانجا ما يكونش فيها شعر. مطبخنا بسيط وسهل، صدقوني الماتيريال والتكلفه والحاجه اللي انا جايبها في متناول اي حد، ولكن الفكر الطهوي والاسلوب الطهوي وحبك للمطبخ ده اللي لازم يتواجد عندك، لان مفاتيح السعاده الزوجيه والعائليه والحب جوه بيتك اللي هو المطبخ. من المطبخ بيبدا الحديث الحلو والكلام الحلو على السفره. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.